السلام عليكم ورحمة الله. وفي الخبر حكاية غوايش أغنى متسولة في قناب مصر، والتي جمعت 1,000,000 جنيه قبل وفاته. قبل أن نفصل في الخبر، دعونا نصلي على سيدنا محمد ونكسب بها شفاعته. تصدرت حكاية المتسولة غوايش محركات البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب وفاتها وحيدة في غرفتها البسيطة في مصر، تاركة وراءها ثروة مالية تبلغ حوالي 1,000,000 جنيه من التسول. هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر مقطع فيديو يظهر العثور على مبلغ حوالي 1,000,000 جنيه فكة داخل المكان الذي كانت تعيش فيه خيرية علي عبد الجليل والشهيرة والملقبة بغوايش بعد وفاتها بقرابة 10 أيام. هذا وقد أظهرت المقاطع المتداولة أكياسا من العملات المصرية المتنوعة بين جنيهات ورقية وعملات نقدية، وقد قدرت بالمليون جنيه. وبعد ذلك تم وزن العملات النقدية التي عثر عليها والتي قارب وزنها 300 كيلو. رغم أن كل من حولها من جيرانها يعرفها جيدا، لكن صدمتهم كانت فيما وجد عندها وادعائها الفقر مدار تلك السنوات الطويلة. لكنهم لم يعلموا أن التسول أصبح عادة لا يمكن التخلص منها عند هذه المسكينة التي فاضت روحها إلى بارئها. لتحصل بذلك المتسول غوايش على لقب المتسول المليونير. وللمزيد من الأخبار تابعونا، وصلى الله على سيدنا محمد.